هذا مع لعيبه محترفه احنا اتفقنا انه مستحيل، حتى ما يمكن يعني رصده اللي انت قلته ده. اللعيبه خلاص يا كابتن عارفاه ليه، لا شيء في النادي الاهلي خلف الاسوار. يعني ايه؟ يعني انت ما بتقعدش مع لعيب لعيب، انت عندك فئات، عندك كل شيء واضح، عندك لعيب زي ديانج عينه على اوروبا وعارف انه هنا هو السنتر اللي يروح منه اوروبا، هو اصلا ب 20 مليون يورو، وانا بقول لك كلام انا مسؤول عنه من ناس يعني محترفين كبار بلدياته من الازهريين، عارفين ان هو لن يخرج من هنا الا الى نادي كبير، لكن لانه مستوى الاحتراف عند الولد زاد فين بقى مع النادي الاهلي، غير ان هم همهم في افريقيا يبقوا كده، قال لك انا محتاج مع الاهلي مواسم اخرى عشان يروح اعلى نقطه في الاحتراف الاوروبي، مش لسه هيروح يبدا فينتقل، عايز يمشي من هنا زي ما بيسربوا هم مانشستر، مش يبعت كشافين، يبعت صاحب النادي. ساعتها الناس بقت تفكر باحترافيه ما بيلاقوهاش الا في النادي الاهلي. أيوه. هناك شرائح، هناك ما هو واضح، عندك عقد بتقعد تتكلم فيه، ما عندكش عقد خلاص انت بقيت عارف حقوقك كامله كل حاجه. اللعيبه النهارده في مصر وحضرتك عارف، خلينا نقول للجمهور واخويا محمود عارف، اللعيبه بتحسد زمايلها في النادي الاهلي، بيقول لها عم انت معاك البتاعه دي بتروح تلاقي فلوسك نزلت في المكنه، احنا بنعدي على بيبان ونقفش هنا ونقفل هنا، ويقول لك طب بعد بكره. قد تتحمل ظروف، لكن برضه بتتحمل اي ظروف بموجب منظومه محترفه. بس انت بتقول الكلام ده يا استاذ عصام عشان انت في قناه الاهلي، مش بتقول الكلام ده بالعكس. بالعكس. طب ما تحسبي عليا لو اتكلمت في اي مكان. بس انا يعني لا لا لا، وفي قناه الاهلي حتى ده، ما هو انا اهلاوي وقت ما اكون عندي ما يميزني وانا بتفرج لنفسي، اغلق عليا بابي، لكن لما اتحدث للعامه حتى لو من قناه النادي الاهلي لازم اراعي ضميري، والا الناس مش هتحترمنا. نعم. وبالتالي انا بتكلم عن منظومه محترفه ليس عشقا ودروشه، بالعكس. طب ما الناس تشوف. لكن انت النهارده بتتكلم عن كل من ليس لديه الامل في نفس المنظومه، لازم بدل يعني تيجي تقول له انت ما بتكسبش يقول لك يا عم ما الاهلي اتغلب سنه 76. يا اخي انت بتدرج الحاجات في بعضها ليه؟ وبعدين سبحان الله انا عامل حاجه لطيفه كده، يعني كنت كاتبها للناس اللي بتتابعني والحمد لله، قلت لهم يعني انه يعني البتاع ده اسمه ايه، الحاج ايفون ده احتفل بالنادي الاهلي يا اخي بكلوب هاوس ده، يعني يسالونك عن اي حاجه اقول لهم كلوب هاوس. اي حد بقى في نقطه صراحه رائعه، الناس بقت بتكلم بعض في الغرف المغلقه وعلى الغرف المفتوحه، وعلى بال لا المغلقه على بال ما يعرفوا انها مفتوحه، بيكونوا سبحانك يا رب ياتوا باعترافات رائعه، مش هقول ليليه لان بقت بالنهار والظهر والعصر. عموما بص هناك فرق يا كابتن، كل الامور في النهايه تتضح ان النادي الاهلي هو البيت الكبير. ما هي بالوضوح كل النهاية. الامور يا كابتن عند حواجز احترافيه واضحه بتتكسر عليها كل الشائعات يا كابتن، لانه انت بيقول لك ايه الحق الناس جايه على باب البلاتو، فانت بتستنى لما يخشوا، يا عم انا مش هروح اقابلهم على الباب، فلا ناس تيجي ولا في بلاتو اصلا ولا في اي حاجه. بص يا كابتن سبحان الله، وكأن ربنا فعلا بيؤكد ما اكده على الارض في كل الاديان، انك تعمل اللي عليك فربنا يديلك. الناس بتشتغل باحترافيه، يا سبحان الله اكم من مواقف، يعني الحفره تتحفر كده. 27 نوفمبر يا اخي، تخيل شاهد ودليل 27 نوفمبر يعني. وقول بقى زي ما انت عايز، الحفر بنبقى شايفينها بعينينا سبحان الله، وهو بيحفر اخر حته فيها يروح واقع جواها. ليه؟ لان هناك عمل احترافي كامل، هناك جهد ناس، هناك ما يمكن ان يكون منظومه يشغل نفسي بيك. لا يشغل الله عليك، يشغل نفسي بيك اصلا، لا تشغل نفسك بالاخر. انا بستغرب لما انا طلبته، انت سمعته يعني في اول الحلقه، مش شغل نفسي في بدايه الحلقه في انا طلبت ايه؟ طلبت حاجه، قلت لهم يا جماعه خلي كل واحد في، يعني انا هتكلم عن النادي الاهلي بس، ولكن عندما يتكلم اي حد عن النادي الاهلي بشكل خاطئ او بشكل غير حقيقي هرد، لازم هرد، لكن طول ما انت بعيد عني انا مش هقرب. هروح لك ليه؟